هذه هي أهم القطع والأساليب التي يستخدمها البعض أثناء بيع السيارات لإتمام عملية الغش. واحدة منها الكيلومتر الذي يتم تصفيره أثناء عملية البيع. هذه هي إحدى الأساليب التي تنتشر في معارض السيارات هذه الأيام، إلى جانب الكثير من الوسائل التي يتم من خلالها إيهام المشتري بنظافة وجودة السيارة وخلوها من العيوب. قلت لك بالمعارض اكو جماعة معروفين عندنا كم واحد هم اختصاص يرجعون كيلومتر. والله بس عليهم معروفين. ما يحتاج اقول لك فلان وفلان. يصفره. والله. سيارة ماشية 100,000 يرجعها ماشية 5,000. هسه مثل هذا بقى. سيارة ماشية حوالي تقريبا بال20، باع عليها صورها، سواها ماشية 3,000، تبين عليها صدق ماشية 3,000. لأن الملمع مالته وهاي بالسيارة. قد نزله؟ اي بابا 3,000 سوا. اختصر مفيد. المعارض قعدت من فتحوا السونار لان كل العيوب قامت تطلع، سوت لهم مشاكل كلها قعدت سكتت. اكو عالم معروفه بالمعارض اختصاص رجع بالسيارات، هسه هم قاعدين لا شغل ولا عمل. هو يعرف نفسه، كل من يعرف روحه مو. ومع عملية الغش والتلاعب التي يسعى إليها البعض، يأتي السونار الذي يعتبر هو الفيصل بين البائع والمشتري، ليتم من خلاله اكتشاف جميع الأعطال والعيوب بطريقة حديثة وبأحدث الأجهزة التي تواكب التطور في العالم. ما ينزلون الكيلومتر مالته على مود تنباع السيارة باعتبار ما ماشي السيارة. زين احنا جاي نطلع هذا الشيء، نقول لك قد ماشي السيارة الأصلية بامريكا او بالخليج او هنا، واذا متلاعبين بها يطلع عندنا ايش قد متلاعبين، ايش قد كانت قبل وايش قد هسه صايره. تجينا عروض، يعني عروض فلوس، مثلا مشي لها هاي الباب مبدله او سيارات غاليه يعني باضت الثمن. من يجيني يقول لي باب 400 دولار اخوك بس مشي لي، اعطيك 400 دولار بس مشي لي، بس احنا ما نقدر يعني ما نشتغل هذا الشغل، وما عندنا اتفاق ويا المعارض، اكو ما لي علاقه يعني بعد غير سونارات، يعني اكو اتفاق احنا ما عندنا هاي السالفه الحمد لله والشكر. اي شيء بالسياره نقول لمن؟ نقول للمشتري وللبايع. تتضمن الجيار، المحرك، العقول، البرامج، القشر كله كامل، التبديل، الغاز كله ينذكر. نعم، الصبغ البارد، اي شيء، الخدش، الرصعه كله يطلع. والله هذا السونار احنا واحد يجي يامن على روحه، اول شيء يامن على فلوسه، ثاني شيء يامن على روحه. السياره صار بها اكثريتها غش. عالم قامت ما ترحم. وك عالم تصدق، لا والله ليش تكذب عليك، وك عالم تصدق. بس واحد يجي هنا السونار يطلع له كل شيء، هو مأمن يشتري والبايع هم مالته نفس الشيء، هم ضامن فلوسه وهم مثل ما يقول فلوسه ما تروح ببلاش. وهذا السونار يطلع كل شيء، كل شيء يطلع عندك. والله انتباهك انت من البدايه تقول له بيناتنا احنا السونار المشتري والبايع. المشتري اكو عالم تقول لك سياره كل شيء ما بيها مضمونه، وترجع انه تطلع للسونار تطلع لك بيها هواي عيوب. فاحنا ناس اغلب العالم قامت تشتري تقول لك احنا وصلنا السونار بيها شيء تطلع للسونار. ويبقى سوق بيع وشراء السيارات واحدا من ضمن الكثير من المجالات التي تحتوي على اسرار تتطلب الدقة والاستشارة قبل عملية الشراء لضمان حق البائع والمشتري.